بسم الله الرحمن الرحيم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين. صدق الله العظيم. نصرة لأهلنا في داري داري المنكوبة، داري العزة والبطولة، أخوة العنب والدم. قام أبطال تجمع أنصار الإسلام ألوية الفرقان بتفجير مستودعات الأسلحة والذخيرة لفوج المدفعية جوي الصواريخ الفوج 137 بمنطقة خان الشيح الحسينية، مع العلم أن هذه الأسلحة كانت توجه يوميا لقصف أهلنا في مدينة دارية، وتم بحمد الله تدمير هذه المستودعات تدميرا كاملا بعد أن تمكن عناصر سرية الهندسة من التسلل إلى داخل الفوج، حيث قاموا بزرع عدة عبوات ناسفة داخل الفوج وفي محوط المستودعات، مما أدى إلى دمارها دمارا شبه كامل. ونتوعد عصابات الأسد بمزيد من العمليات النوعية حتى تحرير سوريا من رس الأسد وظلمه. الله أكبر والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين، والحمد لله